اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بمحمد وآل محمد. اللهم سلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد المرسلين صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين من ذريتك وبنيك يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما ذاك المنى لو أن ذاك يحصل قريب يا مظلوم كربلاء لم أنس زينب بعد الخضر حاسرة تبدي النياحة ألحانا فألحانا مسجورة إلا أنها المعا كالمعصرات تصب الدم عقيانا تدعو أباها أمير المؤمنين ألا يا والدي حكمت فينا يحمي حمانا ومن يأوي أتامانا إن عسعس الليل وراء بذل وجوهنا وإن تنفس وجه الصبح أبدانا لزينب احتارت يوم شب الخيم بالنار تصرخ بعال الصوت طايح وين يا حسين خدر انهتك وانت غياث المستغيثين عجل ادركنا داي تكون النساوين لما تسمع ضلي تقلب فوق اوعى قالها لا تكثر عتبي ولا تجيني بالأخمار لا تكثر عتبي وانا جثة بلا راسك بالغيج والجسد بالخيل يندار روح المشرع تشوفين عباس يقدر على النهضة وسنسيفا يلبتا إنا لله وإنا إليه راجعون أفلح من يصلي على محمد وآل محمد أحسنت الله صلى الله عليه وسلم
صلي على محمد وآل محمد. لكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وعلى ظالمي آل بيت محمد لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. حديثنا يتناول شخصية مهمة أثرت في ذلك المجتمع الذي عاصره من أتباع مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وغيرت من خلال إصلاحها النهضوي مستقبلهم إلى درجة كبيرة. وكان مصداقا لهذه الآية التي افتتحت بها صدر الحديث، حيث أنه أبدر وغرس، وكان النتاج تلك الثمار وذلك العطاء. وتلك الشخصية هي شخصية السيد الشهيد موسى الصدر رحمة الله عليه، والذي استشهد في تاريخ غير معروف على وجه الدقة. كان إخفاؤه سنة 1978، ولكن تاريخ شهادته غير معروف إلى الآن. فلنتعرض إلى شيء قليل من هذه الشخصية، ثم نعطف الحديث على القسم الأكبر من إصلاحه حينما توجه إلى لبنان. السيد موسى الصدر ابن السيد صدر الدين الصدر، وهو من أسرة لبنانية جنوبية عاملية، يعني من جبل عامل من جنوب لبنان، ولكنه ولد في قم، نظرا لأن أباه سيد صدر الدين الصدر كان في تلك الفترة مقيما في قم، وكان أحد أركان الحوزة العلمية آنذاك في مدينة قم، بعد وذلك قبل أن يعين السيد حسين البرجردي الزعامة العامة في قم. فنشأ في تلك البلاد في مدينة قم، ودرس على درس في كلتا المدرستين، يعني المدرسة الرسمية والحوزة العلمية، يعني درس في خطين متوازيين، الخط الرسم الحديث والخط الرسم للحوزة العلمية. وبلما أكمل أنت لما أنهى دراسته الثانوية التحق بجامعة طهران في كلية الحقوق، وتخصص في مجال الاقتصاد حتى حصل على الإجازة، يعني حتى نال الشهادة. وطبعا كما يقال بأنه أول عمامة
تدرس في مدرستين، يعني في السلك الرسمي، المدرسة الرسمية والحوزة العلمية. يعني أول إمام تدرس بهذا الزي بهذا الطريقة في مدرسة رسمية، وأيضا بنفس الوقت في الدراسة العلمية الحوزوية، فدرس في خطين متوازيين، خط الرسمي الحديث والحوزة العلمية، وكان ضمن من درس أنه درس كما يدرس غيره من الحلقات الابتدائية، ودرس على يد السيد حسين البرجردي رحمة الله عليه لفترة، ثم توجه إلى النجف الأشراف، وهناك أيضا تتلمذ على السيد محسن الحكيم وعلى يد السيد أبي القاسم الخوئي رحمة الله عليهما، ثم رجع إلى قم بعد أن درس في النجف الأشرف وتتلمذ على يد كبار العلماء مثل السيد محسن الحكيم والسيد أبي القاسم الخوئي رحمة الله عليهما، رجع إلى قم وقام بدور تثقيفي توعوي مهم، وذلك ضمن توجيهات مرجعه السيد البرجردي الذي أسس المجلة الحديثة الشائعة المذيعة الصيت والانتشار باللغة الفارسية، وكان اسمها مكتبة إسلام، يعني المدرسة الإسلامية أو المذهب الإسلامي. وبقي فترة من الزمان إلى سنة 1955، نتكلم بسكرين بالرقم الميلادي 1955، توجه السيد موسى الصدر إلى زيارة إلى منطقة صور. صور يعني مكان منطقة آبائه وأجداده وعمومته، توجه في زيارة، وكان الزعيم الديني آنذاك حينها لمدينة صور وغيرها والسيد عبد الحسين شرف الدين رحمة الله عليه، صاحب كتاب المراجعات وغيرها من الكتب النافعة. ونظرا لأن السيد موسى الصدر يتمتع بمعرفة معاصرة جيدة في المذاهب الاقتصادية والمذاهب السياسية وثقافته العامة الحديثة، التف حوله الشباب الذين كانوا في تلك المنطقة، لما رأوا منهم تلك، يعني حينما يروا أن أول هذا رجل عالم ودين لديه أنه يطرح شيء من تلك النظريات ويحدثهم بالشؤون الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فالتف حوله مجموعة من الشباب الذين كانوا في تلك المنطقة، وكان السيد أبو حسن شرف الدين كان يحث الفئة الشبابية بأن يستفيدوا من السيد موسى الصدر رحمة الله عليه أثناء وجوده في صور، يعني في لبنان. وفعلا ما هي إلا سنتين هو كان في رحلة، كان في سفرة واختصر لأن يذهب إلى زيارة أقاربه وعمومته في لبنان في صور، ثم يرجع إلى قم، لأنه يعني ولد في قم حيث كان أبوه مقيما هناك. رجع
بعد هذه السفرة بسنتين توفي السيد عبد الحسين شرف الدين قدس الله نفسه زكية. فأهل صور لما رأوا من السيد موسى الصدر رحمة الله عليه أنهم وجدوا لمسوا فيه ذلك العلم ورأوا فيه ذلك المستوى العلمي النافع، طلبوا من السيد حسين البروجردي أن يبعث إليهم السيد موسى الصدر ليحل محل سيد عبد الحسين شرف الدين ليكون هو العالم والموجه والمرشد في تلك المنطقة، باعتبار أن السيد البروجردي هو أستاذه معلمه مضافا إلى أنه الزعامة الدينية في قم. فطلبوا من السيد البروجردي بأن يرسل يبعث السيد موسى الصدر إلى صور حتى يحل محل السيد عبد الحسين شرف الدين رحمة الله عليه ويكون هو المرشد هناك والزعيم الديني. فاستجاب السيد موسى الصدر وتوجه إلى لبنان إلى صور. طبعا عادة العالم لما يذهب إلى منطقة إلى بلدة إلى مكان طبعا أنه يخلي اهتماماته أولا أنه يصلي جماعة مثلا يتعرف على تلك المنطقة على شخصياتها. لكن السيد موسى الصدر لما ذهب إلى لبنان اتجه بنمط آخر، كان يحمل على عاتقه هم شيعة أهل البيت في جميع الأراضي اللبنانية، يعني من تقريبا طرابلس شمالا والبقاع في الجنوب صور والنبطية وبعض المناطق إلى وسط بيروت. فرأى أن الشيعة في تلك المنطقة هم ممثلون العدد الأكبر، يعني أكبر من الطوائف المسيحية وأكبر من الطوائف المدارس الأخرى من المسلمين، لكن شيعة أهل البيت في تلك المنطقة يعني مع كثرتهم إلا أنهم المستوى التعليمي عندهم غير موجود. بالنسبة إلى أيضا الخدمات غير متوفرة عندهم، يعني لا يوجد لا مستوى تعليمي، يعني المستوى التعليم عندهم غير موجود. الوضع الاقتصادي أيضا وضعا سيئا، فمن جميع التنمية عندهم أيضا غير موجود، لا شيء ولا أحد يدافع عنهم. فلهذا لا على مستوى التنمية البشرية ولا على مستوى الوضع الاقتصادي. فرأى هذه الصورة، من أجل ذلك وضع برنامجا من أجل إنهار ذلك المجتمع، يعني كيف ينهض أتباع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في ذلك المجتمع. فقام بأعمال كثيرة نشير إلى بعض منها. أولا التنمية البشرية وإعداد الكفاءات، رآها إنها هي الأرضية لإنهار ذلك المجتمع. المجتمع اللبناني وجد أن الشباب غير متعلم، والسبب في ذلك أن التعليم لم يكن مجانيا عندهم، يعني يمكن يدرس الطالب مرسى مرحلة الابتدائية الإعدادية، لكن تضطره ظروف الحياة لأن يعمل في أعمال خشنة أعمال عضلية، وأيضا من أجل أن يعين نفسه أو يساعد العائلة أو يكسر الطرق وهكذا، يعني بعض الأعمال الخشنة.
والأموال الدراسة تحتاج إلى أموال، فعندئذ أنشأ الكلية المهنية العاملة. هذه الكلية وش دورها؟ أنها تعطي الشباب مهنة على مستوى علمي، يعني لفترة من الزمان أنها أعطتهم مهنة علمية، أيضا استطاعوا بعد ذلك أن تكون لهم النفسية القابلية للعمل، فخرجت عددا كبيرا من الشباب وانتشروا في لبنان، وهناك استطاعوا أن يحسنوا أوضاعهم الاقتصادية. إذن الدور الأول إنشاء المدرسة المهنية العاملة التي خرجت العدد الكبير من الشباب، استطاعوا أن ينتشروا في لبنان وأن يحسنوا أوضاعهم الاقتصادية. أنشأ المدرسة العالية للتمرين للفتيات المسلمات، فالتحقت الفتيات المسلمات، ولولا هذه المدرسة لكنا جلوسا في البيت أو يساعدنا أمهاتهن في أعمال البيت وفي الحقول، لكن لما أنشأ هذه المدرسة أعطاهم مهنة وخبرة، لأن هذا دور كبير قام به إنشاء المدرسة المهنية العاملية وإنشاء مدرسة عالية للطب للفتيات المسلمات. الدور الثاني الذي قام به أنه كما قلت لما جاء إلى لبنان وجد أن الشيعة في تلك المنطقة مهملين، بقية الطوائف المسيحيون هنالك من يمثلهم، الطوائف المسلمة الأخرى هناك من يمثلهم، فقط الشيعة ما عندهم أحد يمثلهم. فلهذا قام بإنشاء مجلس ديني إسلامي للشيعة، من خلاله تخاطب الجهات المختصة، فقام بإعداد هذا المجلس بإنشاء هذا المجلس، وشكل لجنة من الشباب بإحصاء بقوم بإحصاء أو بدور إحصاء للمشاريع الناقلة في هذه المنطقة، أنه إحنا مناطقنا كم مدرسة عندنا وكم عند غيرنا، كم مستشفى عندنا وكم مستشفى عند غيرنا، مثلا تصريف الشارع المرصفة مثلا كم عندنا وعند غيرنا، أيضا مثلا الخدمات الهاتفية الكهربائية. فقاموا بإعداد مفصل، أعطيت له إحصائية مرئية، فدعا إلى عقد مؤتمر حضرته جميع وكالات الصحفية، يعني مثلا من إذاعات وكالات مجلات جرائد، أنه السيد موسى الصدر زعيم الديني الجديد في لبنان يدعو إلى مؤتمر في أضخم الفنادق في لبنان، أنه مو في مجلس، لا في أضخم الفنادق في لبنان، حتى يصل بكل أهمية. وفعلا حضر الصحفيون من مختلف جهاتهم واطلعوا على تلك الإحصائيات أنها صحيح، إحصائيات صحيحة ودقيقة وموثقة، أنه كيف تهمل هذه الفئة، كيف يهمل هذا الشعب. فقام السيد وألقى كلمة في المجلس أنه نحن لسنا بصدد ضد أحد ولا نواجه أحد، وإنما مثل ما المسيحيين هناك من يمثلهم، وإن
لبنان فيها 17 طائفة، المسيحيون، الدروز، المسلمون على اختلاف طبقات، فكلهم يمثلهم بمجلس يمثلهم هناك، إلا الشيعة فقط. إحنا ما لسنا ضد أحد ولا نواجه أحد، وإنما نحن نذهب إلى تأسيس مجلس إسلامي شيعي، ونحن في صدد الوحدة بين جميع طبقات المجتمع اللبناني. وفعلا وحث النواب، مجلس النواب اللبناني، بأن يدرسوا هذه القضية، وزودهم بالإحصائيات، وفعلا وإذا حصل إجماع موافقة من جميع النواب اللبناني بأن يكون للشيعة من يمثله، على بدور من دور السيد المؤسس. وفعلا صار هناك من يمثلهم في المجلس على مستوى ديني او على مستوى عمراني، اصبح ذلك المجلس يراقب، يرفع احتجاجات، مذكرات مع الجهات المختصه. هذا دور عظيم قام به. ثالثا قام بدور انشاء حركه جهاديه، لانه السيد لما جاء الى لبنان راى ان اكثر المشاكل الموجوده في جنوب لبنان هي الاعتداءات الاسرائيليه، الاجتياحات الاسرائيليه، لا سيما وان قسما من الفلسطينيين موجودون في جنوب لبنان، يعني في باب مدينه صور هنالك مخيم الحلوى للفلسطينيين، فيه عدد من الساكنين والقاطنين في تلك المنطقة، وكانت الحركات الفلسطينية تتسلل من جنوب لبنان وتضرب المواقع الإسرائيلية وترجع، فهؤلاء الإسرائيليون لا يجدون أمامهم إلا الشيعة، لأن مناطقهم محاذية إلى إسرائيل، فيخصفون أقراهم ويدمرون أراضيهم ويتلفون محاصيلهم، وربما قتل عدد كبير. السيد موسى الصدر رحمة الله خطب في يوم العاشر وقال إلى متى نحن نبقى تحت رحمة إسرائيل، ومتى نبقى ننتظر الجيش اللبناني يدافع عنا ولا يأتي. فلا بد، ليس صحيح بأن ننتظر الجيش اللبناني الذي طالما استنجدناه ولم يأتي، فلا بد أن ندافع عن أنفسنا، ندافع عن أراضينا. إذا الإسرائيل اعتدوا علينا لا بد أن نرد عدوانهم، إذا قتلوا منا لا بد أن نقتل منهم. فأنشأ بإقامة حركة جهادية أنه نحن في صدد المواجهة الإسرائيلية، إذا هاجمونا وقتلونا وسرقوا محاصيلنا ودمروا أراضينا لابد أن يكون هنالك مواجهة. ودعا الشباب المسلم، أي شباب من المؤمنين عند كفاءة، طبعا ضمن شروط معينة، أن يكون ملتزما، أن يكون على مستوى أخلاقي، أن يؤمن بهذه القضية وبهذا الموضوع. فأي شخص يجد في نفسه الكفاءة فحيا قال ينضم إلينا، وفعلا انضم إليه عدد كبير من الشباب الشيعي، لأنهم لم يجدوا هنالك قيادة ونزاهة مثل قيادة ونزاهة السيد موسى الصدر.
فلهذا ارتفع عدد كبير. وبهذا بدأ دور السيد الصدر يتبلور في تلك المنطقة عندما بدأت الحركات والاتجاهات المختلفة. إذا قام بعدة أدوار، ذكرنا ثلاثة. الدور الأول إعداد التنمية البشرية وبناء الكفاءات، ثانيا إعداد مجلس إسلامي يدافع عن حقوق الشيعة في تلك المنطقة، أيضا إعداد حركة جهادية للدفاع عن الموالين في تلك المنطقة. وفي سنة 1977 لما صارت الحرب الأهلية بين طوائف لبنان، لأن كل واحد يريد أن يستعرض عضلاته، الحرب الإلهية كل واحد يريد أن يبين نفسه هو الأقوى، فنبدأ بالحرب حتى نحقق انتصارات. فالمسيحيون يقولون نحن عندنا أسلحة أقوى وتدعمنا إسرائيل وفرنسا وأمريكا، فلا بد أن نسحق المسلمين، نكتسحهم حتى تكون لبنان كلها المسلمون، ولا سيما منهم العلم بعضهم أصحاب حركة ألمانية. قالوا هذه فرصتنا، أنه لماذا الطائفة المسيحية عندهم رئاسة الدولة، رئاسة الجمهورية، فلا بد أن نكتسحهم بكل ما أوتينا من القوة وبمعونة بعض الحكومات التي تؤيدنا. السيد موسى الصدر ومعه جماعة من العقلاء من الطوائف السنية والمسيحية رأوا أن الحرب دمار للبلد كله ولا يوجد أحد منتصر. الحرب لا تخلف إلا الدمار، فلهذا لا المسيحيون يستطيعون أن يكتسحون المسلمين ولا المسلمين يستطيعون أن يسحقون يسحقوا المسيحيين، فلا بد من التوافق ولا أحد يلغي الطرف الآخر. فدعا إلى احتكاف يعني إلى تواجد، فدعا إلى احتكاف في المدرسة المهنية العاملية التي أسسها، وهناك حضر معهم بعض زعماء الطوائف الذين انضموا إليه احتجاجا على هؤلاء السياسيين الذين يريدون أن يبدأوا الحرب وأن يعلنوها. رأى أن هذا ما فات، أنه تضامن واعتصام واعتكاف، رأى أن هذا ما فات. عندئذ صارت له سفرات واتصالات إلى بعض الدول العربية، يعني بعض الدول العربية التي يمكن لها مثلا صداقة مع لبنان أو لها تأثير. زار السعودية وزار الأردن ومصر وسوريا والجزائر، والسفرة الأخيرة ذهب إلى ليبيا، لأن هذا المعتوه المجنون المقبور القذافي عند هنالك جماعة في لبنان، يعني وهم على طريقته وهم يحاولون أن يشعلوا الحرب، فلا بد من الذهاب إليه من أجل إطفاء تلك النائرة. فذهب إلى ليبيا سنة 1978 ومعه ثلاثة من مرافقين، وما أدري هذا المعتوه المجنون المقبور القذافي عند عظمة من الجنون، يعني عظمة من حب
عظمة من الجنون، عنده حتى سفه، والله يربي حيّر هذا الرجل، لكن معروف أنه كان مجرما. فلما ذهب السيد صدر ومن يرافقهم، عندئذ عادة أنه لما يذهب إلى أي بلد يتصل بالمجلس الشيعي الإسلامي في لبنان ويخبرهم بأنه نحن أنا في الفندق الفلاني وهذه أرقامه. ثم في اليوم الثاني من سفرته يواصل ويتابع القضايا التي ذهب إليها. في اليوم الأول لم يتصل، فقالوا لعله كان متعبا من السفر. في اليوم الثاني لم يتصل، قالوا لعله عنده برنامج مزحوم ودقيق لأنه يواجه رئيس الدولة والمسؤولين. اليوم الثالث لا خبر. اليوم الرابع بدأ المجلس الشيعي اللبناني يقلق قلقا جديا أنه ما الخبر. فبعثوا أو أنهم أخذوا يعملون أيضا هناك وساطات في الحكومة اللبنانية، صارت اتصالات بينهم وبينها ليبيا القذافي أنه هذا سيد موسى الصدر توجه إلى ليبيا ولم نسمع خبرها. فقالوا هذا خرج من ليبيا وذهب إلى إيطاليا وإحنا ما ندري. طبعا هو رؤية كما يقال أنه في 31 أغسطس من نفس تلك السنة رؤية في لبنان هو ورفقاه ومرافقه. فخرج من ليبيا ونحن لا ندري. فقالوا إذن على أي طائرة ذهب؟ اسم الرحلة؟ أي يوم؟ فأعطوه بعض الأسماء أنه مثلا في الرحلة الفلانية خطوط الطيران الإيطالية في اليوم الفلاني. صار اتصال بين المجلس الشيعي والحكومة اللبنانية مع الحكومة الإيطالية. قالوا أسماء المسافرين الذين جاءوا في هذه الرحلة هذه قائمة بأسماء ولا يجد اسم يختص بالسيد ولا مرافقين. هؤلاء الذين دخلوا من إيطاليا منذ ذلك اليوم هذه أسماء قائمة بأسماء، لا يوجد اسم مختص بالسيد والمرافقين. فعلم أن هنالك أمر، إما أنه أخفي غير أو ربما قتل. واختلفت الروايات، بعضهم تقول بأنه لما التقى بذلك المحتور في الأيام الأولى صار نوع تشنج من الكلام، فقام ذلك المحتور ليضرب السيد. السيد أمسك يده فأخرج مسدسه وأطلق عليه واستشهد. بعضهم يقول لا، أمر رئيس المخابرات بأنه يأخذ إلى أفنية المخابرات وهنالك عدل واستشهد. وبعضهم يقول بأنه أخذ إلى مكان ولا يعلم مصيره إلى يومك. وهذا على كل حال، لكن بعضهم يقول يعني قدر المتيقن أنه استشهد وما يضره ذلك، وهو قد زرع في لبنان وأنتجت نتاجها. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، وما يضره أنه سجن وعذب. وجده موسى بن جعفر سلام الله عليه قد قاس ما قاس
في تلك السجون وفي ظلم المطامير. صور الإمام موسى بن جعفر ينقل من سجن إلى سجن، بعضهم يقول 15 سنة من سجن السن موسى بن عيسى إلى سجن السجن القنطرة إلى سجن السند بن الشاهد، وكان طامر لا يميز بها إلا بأنه. ولهذا جاء في زيارته: السلام على المعذب في قعر السجن وظلم المطامير، السلام على ذي الساق المردود بحلق القيود، السلام على الجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف، للبصرة لعد بغداد جاب حديد وقيد ويدور ذهابه، دب بسجن مظلم غلق بابه، ونهى السجان يما ناس يصدون، آخ بسجن والسن من شاهد السجان عليه بكل وقت مغلق البيبان، عدد سنين للشيعة فلا بان، ما يدرون ميت لو مسجون، آخ وامر الطاغت شيل بن جعفر حمامي وشالوا الجنازة ولا مشت خلف رجاجي، شيعتهم عليه بنار تسعى، اخ شيعت على الكرار فجعتهم شديدة، من عاينهم غلل وبالساقين قد فوق الجسر مطروح ما فكوا حديده، صاحت يا ابو ابراهيم يا مقصايرك شر، لكن عزمتي بدل يا فخر طيبه ودهامه، كل يوم نترجى تطلع بالسلامة، أثار الدهر بقلوبنا صوب سهامة، فوق الجسر مطروح يا موسى بن جعفر، آخ وضعوا على جسر الرصاص وغدا عليه من أوان منادي. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المطر إلى دعوة يكشف السوء، أما يجيب المطر إلى دعوة يكشف السوء، أما يجيب المطر إلى دعوة يكشف السوء، إلهي أجب المطر واكشف السوء والبلاء عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج عن أسرانا ومعتقلينا، اللهم ارجعهم إلى أهلهم سالمين غانمين، إلهي رد غرباء ورباءنا لا سيما السيد علي، ارجعهم إلى أهلهم سالمين، اللهم شافي مرضانا المسلم ثوب الصحة والعافية، اللهم انصر شيعة علي بن أبي طالب في كل مكان، واحفظ إخواننا في كل مكان لا سيما في العراق، اللهم احفظهم من عيد النواصب والتكفيرين، اللهم ارحم علماءنا المجاهدين لا سيما السيد موسى الصدر، ايضا ناسب في مثل هذا الشهر اختفاءه.
رحم الله علماء الماضين وحفظ الباقين، ورحم الله من قرأ سورة الفاتحة وأهدى ثوابها إلى موت الحاضرين ومن مات على الإيمان، وإلى أرواح الشهداء وإلى روح السيد يوسف السيد ناصر ووالدة السيد علي الفاتحة تسبقها صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.